اهلا بيكم. فيديو النهارده هنشوف طريقه بسيطه لشحن بطاريات الليثيوم ايون 3.7 فولت بمكونات موجوده عند اغلب الناس، ولكن مش عارفين ازاي يستخدموها او ازاي يستفيدوا منها. نتكلم عن دوائر الشحن اللي بتكون مدمجه مع البطاريات الانواع القديمه اللي بالشكل ده. كلنا عندنا مجموعه كبيره من البطاريات دي ومش بنعرف نستغلها. ممكن تستغل الخلية لو سليمة كبطارية لأي جهاز، وحتى لو البطارية تالفة ممكن تستغل دايرة البي ام اس اللي موجودة مع البطارية. عملنا بعض الفيديوهات عن طرق شحن بطاريات الليثيوم وشحن وفصل اوتوماتيك عند اكتمال الشحن. الفيديوهات دي هسيبها لكم في الديسكريبشن للناس المهتمه بموضوع شحن بطاريات الليثيوم، ولكن النهارده هنتكلم عن البي ام اس اللي موجوده او مدمجه مع بطاريات الهواتف، وهي الجزء الشريحة اللي بتكون موجودة في الجزء ده. اتكلمنا قبل كده في فيديو سابق برضه هسيبه لكم في الوصف عن كل مميزات الدايرة دي، ولكن النهاردة هنشوف ازاي نوصلها، وكمان هنزود الدايرة بليد انديكيشن، لان ليد الانديكيشن ده مهم جدا، تقدر تعرف البطارية الشحن اكتمل وفصلت الشحن ولا لا. تابعونا بعد الوصف. زي ما حضراتكم شايفين، اي بطارية قديمة بيكون عليها كفر بالشكل ده، هنقدر نشيل الكفر، بيكون لزق اهو، ده بيظهر الخلية نفسها، هو ده الجزء اللي احنا محتاجينه، بيكون ملزوق متثبت. هنشيل الجزء البلاستيكي ده، استخرجنا الدايرة، وزي ما حضراتكم شايفين عبارة عن قطبين لتوصيل البطارية موجب وسالب وبعض المكثفات وبعض المقاومات. الاي سي ده اي سي كنترول واتنين موسفت، احيانا الاتنين موسفت بيكونوا مدمجين في اي سي واحد، وبعض الاحيان بيكون زي ما احنا شايفين هنا موسفت التشارج وموسفت الديسشارج بيكونوا منفصلين عن بعض. هنا اطراف الاوتبوت او اطراف توصيل الحمل. الفكره اللي معانا النهارده هنوصل الدايره دي بهولدر، وهنوصلها مع ليد انديكيشن. الليد هياخد التيار بتاعه من طرف تغذيه جيت المسفت المسؤول عن التشارج. المسفت المسؤول عن التشارج الجيت بتاعته بتاخد النبضه من الطرف رقم 3 من اي سي الكنترول، وهوضح ده في صورة. بيكون موجود في حدود الأربعة فولت خارجة من الطرف رقم 3 للاي سي، ودي اللي بتغذي جيت موسفت التشارج، وبالتالي عند استشعار الاي سي وصول البطارية للجهد المطلوب هيقطع الإشارة دي عن الموسفت، وبالتالي الموسفت هيفتح الدايرة وهيوقف تيار التشارج. أنا محتاج آخد جزء من التيار ده في حدود 2 مللي او 3 مللي امبير، اشغل بيها ليد، وعند فصل الشحن المسفت هيتوقف عن العمل، وفي نفس الوقت الليد هيطفي، وبالتالي ده يعتبر انديكيشن لفصل تيار الشحن. فهنجيب ليد ازرق لبيان حاله الشحن، ومقاومه 1 كيلو. حد يسال المقاومه الواحد كيلو قيمه كبيره بالنسبه لتغذيه الليد من الاربعه فولت، ولكن احنا محتاجين الليد يضيء على اقل تيار، لان ده كله بيتسحب من اي سي الكنترول، واي سي الكنترول بيخرج تيار محدود. كمان محتاج شوتكي دايود ممكن استخرجه من اي شاحن هاتف، وهنشوف مع بعض هنستخدمه في ايه. دي المكونات بتاعتنا، تعالوا نشوف هنوصل ازاي. اولا طرف رقم 3 للاي سي هو اللي بيخرج النبضة، وهو ده اللي هنوصله مع المقاومة. انود شوتك دايود هتوصل مع سالب او اوتبوت الدايرة بالشكل ده. كده دايرة الانديكيشن خلصت،
وبقينا توصيل الدايره مع الهولدر وطرفين الاوتبوت. طرفين الهولدر طبعا الموجب والسالب هتوصله مع موجب وسالب البي ام اس. فهنا الطرف الموجب هنوصله مع موجب الدايره والسالب هنوصله مع سالب الدايره. هنوصل طرفين الاوتبوت مع اوتبوت الدايره. الطرف الموجب والطرف السالب اخر طرف هنوصله هو طرف الاوتبوت. زي ما قلنا هنا طرف الموجب ده بيكون مشترك، وهنا طرف سالب الشحن او سالب الشاحن، والطرف التالت هيكون سالب الاوتبوت لان سالب الشحن موصلينه مع الشوتكي دايود. ولكن لما بنيجي نستخدم البطارية احنا محتاجين نستخدم جهد البطارية الفعلي. طبعا انا حابب يعني اخلي الاسلاك اقل من كده، فممكن هنا هيكون الموجب وهنا سالب الشحن اهو، وهنا الموجب والسالب دول اللي هيتوصلوا مع الحمل، ودي الدائرة بتاعتنا. طيب تعالوا نختبر في الاول، نشوف اي بطارية مثلا البطارية دي. تعالوا نوصل حمل. زي ما قلنا طرفين الأحمر والأخضر دول طرفين الحمل. وصل الطرف التاني، اللمبة اشتغلت. طيب تعالوا نشوف لمبة بتسحب تيار أعلى تقريبا 1 أمبير، هل الدايرة هتعمل حماية ولا لأ؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. الدايرة عملت حماية ومشغلتش اللمبة دي لأنها بتسحب أكتر من 1 أمبير. شوف اللمبة دي تاني، اللمبة مشتغلتش. لازم نوصل سالب الأوتبوت مع سالب البطارية، عمل ريسيت للدايرة. وتعالوا نجرب تاني ونشوف اللمبة، اللمبة اشتغلت. طيب لو احنا مشغلين الحمل هل في حماية من الشورت سيركت؟ طبعا الدايرة فيها حماية من الشورت سيركت، وهنشوف مع بعض دلوقتي. هنوصل الطرفين اهو، الدايرة فصلت ومشتغلتش تاني. لازم نوصل السالب مع سالب البطارية بالشكل ده كده، اشتغلت الدايرة. ولما نعمل شورت سيركت الدايرة تعمل حماية وبتفصل. طيب اخر حاجة هنجربها دلوقتي هو الشحن، نشوف هل الدايرة هتفصل الشحن عند الجهد اللي احنا عايزينه ولا لا. وطبعا عند الشحن هنستخدم الطرف الموجب هو هو، ولكن هنستخدم طرف السالب اللي موصل مع الشوتكي دايود والليد. تعالوا نشوف مع بعض. معانا هنا الشاحن، هنشوف جهد الشاحن كده 5 فولت 500 ملي امبير. وتعالوا نوصل وهنتابع جهد البطارية. ده جهد البطارية حاليا، وهنوصل السالب مع طرف السالب اللي مع الشوتكي دايود، والموجب هو طرف واحد طبعا الموجب اهو. زي ما حضراتكم شايفين الليد الازرق مضيء، الليد الازرق مضيء، والجهد بيرفع بتاع البطارية، وتيار الشحن في حدود 200 ملي امبير. زي ما حضراتكم شايفين مع ارتفاع جهد البطارية هنا بنقيس تيار الشحن وصل ل 100 ملي امبير، لان طبعا جهد البطارية بيرفع. هنشوف الدايرة
وطبعا بنتابع الليد الازرق شغال مضيء، وهنشوف هنا الجهد الدايره هتفصل عند كام فولت. زي ما حضرتكم شفتوا الليد انطفأ ودايرة الشحن فصلت التيار، وجهد البطارية حاليا 4.2 أو 4.28%. طيب تعالوا نشوف مع بعض الشاحن. الشاحن التيار واصل بالدايرة 5 فولت، ولكن الليد انطفأ والبطارية حاليا فول تشارج. اذا الدايرة بتاعتنا النهاردة بتحافظ على جهد البطارية ماكسيمم 4.3 فولت، كمان بتحمي البطارية من الشورت سيركت، ولكن زي ما قلنا يكون في طرف موجب وطرفين سالب، واحد للشحن وواحد للحمل. وطبعا ممكن تثبيت الدايرة بالشكل ده مع الهولدر. أتمنى كل استفاد من الفيديو النهاردة، يدعمنا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.